F A C T flexible AC transmission system. ال F هو الرمز الأول F AC flexible AC اللي هي alternating current transmission system. الأنظمة المرنة لنقل التيار المتناوب. هذا النظام الاعتيادي للقدرة يتكون من مولد، محاولة، خط نقل، محاولة أخرى خافضة، سيركت بريكر، ولود. فإحنا نريد بهذا النظام ننقل القدرة بكفاءة عالية خلال خطوط النقل حتى نتخلص من الفولتج دروب ونحاول نحصل على نظام مستقر بهاي الشبكة خصوصا بخطوط النقل. وحتى يتحقق هذا الشيء لازم نستخدم الأنظمة المرنة لنقل التيار المتناوب F A C T S. هاي الأنظمة المرنة راح تتحكم بثلاث متغيرات أو ثلاث عناصر اللي هي زاوية الفيز شيفت، زاوية الطور، والفولتية، والإمبيدنس. ممانعة حتى نحصل على المنظومة المستقرة. فحتى ننقل الباور بصورة جيدة، والباور اللي هي معروفة في ريال باور، هاي تنقاس بالكيلوات أو الميجاوات. وكذلك عندنا الكيو اللي هي رياكتيف باور، تنقاس بالكيلو بار أو الميجا بار. وعندنا الاس الأبير باور اللي تنقاس بالكيلو فولت أمبير أو الميجا فولت أمبير. فالباور بي تساوي الفولتية في التيار في كوساين فاي. كذلك الرياكتيف بار هي فولتية التيار في ساين باي. أما الأبير بار فهي فولتية في التيار. الكوساين فاي هو نفسه الباور فاكتور اللي هو الزاوية بين الفولتية والتيار. كل ما كان الباور فاكتور يعني قريب على الواحد، بوينت واحد إلى الواحد، كل ما كان قريب على الواحد راح يكون الكوساين إذا كان يعني واحد أو قريب على الواحد راح تكون الباور قريبة على الأبير باور، يعني خسائر قليل. الكوساين نقدر نعتبره هو يعني مقياس الخسائر، سبب الخسائر. فكل ما كان قريب على الواحد راح تبقى هنا فولتية وتيار اللي هي الأبير باور، تكون الكفاءة بالخط جيدة يعني كفاءة النقل للقدرة. وبهالحالة راح تقل عندنا الخسائر ونحافظ على الاستقرار للفولتية وكذلك نظام مستقر بمنظومة القدرة. من الأجهزة الاعتيادية اللي يستخدموها بتحسين منظومة القدرة هي الإكزايتيشن أو الجنريتر إكزايتيشن، ثانيا سينكرونس كومبنسيتور، ثالثا ستاتيك بار كومبنسيتور، رابعا شانت رياكتر، وسيريس كاباسيتور. جنريتر اكزايتيشن مثل ما هذا واضح احنا بهذا الصورة. جنريتر اكزايتيشن هي التحكم بالفولتية بالقدرة باور المنقولة من محطات الانتاج الى الشبكة عن طريق مولدات متزامنة سينكرونس جنريتر، ذاك بواسطة هذا الريكتيفاير اللي راح يتحكم بالجيت مالته، هو هذا الثيرستر راح يتحكم بالجيت مالته اوتوماتيك فولتج ريجليتر المنظم للفولتية الاوتوماتيكية. فهنا اذا كان المقدار التوليد للجنريتر 3 فيز هو 15 كيلو فولت
راح تمرها على 15 كيلو فولت عن طريق محولة حث excitation power transformer، راح تنزل القيمة إلى 0.42 كيلو فولت حتى يدخل لهذه مجموعة الثيرستورات بريدج، وراح يتم التحكم بها عن طريق الجيت مالتها بواسطة منظم الفولتية الأوتوماتيكي. هذا منظم الفولتية الأوتوماتيكي راح يتحكم بغلق وفتح الثايرستر، اللي راح يعتبر كمفتاح، فيتحكم بكمية الفولتية والتيار المطلوبة للراوتر، يعني الإجراء الحث. كل ما زادت الفولتية والتيار، هاي طبعا دي سي، تخرج هنا دي سي، هنا اي سي، هنا دي سي، كل ما زادت قيمة الفولتية والتيار بالدي سي راح تزيد الكمية المنتجة بالباور، وكل ما قلت الفولتية والتيار راح تقل كمية الباور المنتجة واللي راح نعطيها للشبكة. من مميزات المولدات المتزامن انها تقدر تولد رياكتيف باور، تقدر تستهلك ايضا رياكتيف باور، يعني تقدر تطلع الشبكة رياكتيف باور وتقدر تستهلك رياكتيف باور بس بحدود معينة. هاي هنا الجنريتر اكزايتيشن، اكو السانكرونزيشن كومبنسيتور، وهاي المنظومة السانكرونز كومبنسيتور تتحكم بالفولتية والرياكتيف بار لجعل المنظومة مستقرة عن طريق الحفاظ على الجهد الثابت، بس هذه مساوئ وهي غالية ولها قدرة محدودة. ثلاثة، ستاتيك بار كومبنسيتر اللي راح تتحكم بالرياكتيف بار، والشانت رياكتر، هذا الشانت رياكتر يربط بخطوط الهاي فولتج على التوازي، وهذا حتى يسحب الرياكتيف بار المتكونة من المتسعات الوهمية اللي راح تتكون بخطوط النقل الطويلة، تتكون متسعات وهمية فتربط شنت رياكتار حتى تكون معاكسة لعمل المتسعات هاي اللي تتكون. كذلك السيريس كاباسيتور اللي هي تربط حتى تعوضنا على القدرة، تعوضنا القدرة المفقودة، فتربط بأكثر من مكان حتى تحافظنا على الباور بكفاءة عالية. هاي الطرق الاعتيادية المستخدمة في تحسين منظومات القدرة. كل الطرق الاعتيادية السابقة المذكورة هنا بني تتحكم اما بالفولتية او ذات الفيس شيفت او الامبيدنس، لكن الطرق الحديثة بال FACTS راح نقدر نتحكم بهذين الثلاثة المتغيرات، الالفا يعني زاوية الفيز شيفت والفولتية والإمبيدنس أو أي دمج بيناتهم يمكن التحكم بيه. أولا الستاتيك سانكرونس كومبنسيتر اللي يرمز بستات كوم، ثانيا الستاتيك سانكرونيزيشن سيريس كومبنسيتر اللي هو تريبل اس سي، ثالثا انيفايد باور فلو كنترولر يو بي اف سي. الانيفايد باور فلو كنترول مكون من الستات كوم، مكون من تريبل اس سي، الستات كوم هو هذا يربط بمحولة تربط على الشنت يعني على التوازي، وهنا الفولتج سورس كنترولر وعبارة عن بريدج مجموعة من الثيرستورات، وهنا المتسعة كاباسيتر بنك حتى تتغذى بفولتية دي سي، هذا الستات كوم. بينما التريبل اس سي اللي هو نفس الستاتيك سينكرونيزيشن سيريس كومبنسيتر راح يربط على التوالي، هذا رابط على التوالي ويا الخط يختلف عن هذا الرابط الشنت. اكو فولتج سورس كنترولر كذلك متسعة تغذى فولتية دي سي.
بينما الالفا باور فلو باور فلو كنترولر راح يتكون من اضافة ال اس 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 سي واضافة ال ستات كوم قابلة تريبل اس سي وهذا ستات كوم. لان هذا مرتبط على السيريس اللي هو نفسه هذا ستات كوم التريبل اس سي اللي مربط على الشنت هو الستات كوم هذا الشنت. هناك ربط بين المجموعة من الريكتفاير عن طريق كاباستر بنك كاباستر بنك، وهذا الغرض منه حتى تمرير الباور بالاتجاهين. الغرض منها هو الوصل الدي سي البياناتهن هو لتمرير الباور بين الطرف مالت الستات كوم المربوط على التوازي وطرف التريبل اس سي المربوط على التوالي، لأن القدرة اللي راح تمر على في دي سي تدخل هنا، فكل جهاز من ذني يقدر ينطي رياكتيف باور، يقدر يسحب رياكتيف باور ينطي ويسحب. الستات كوم يقدر يجهز باور للكونفرتر الثاني، كذلك يقدر يحافظ على الفولتية بالهنا دي سي لينك دي سي لينك. طريقة تشغيل كلا لأن ال في اس سي 1 في اس سي 2 يعني الفولتج سورس كونفرتر واحد والثاني عن طريق الكنترولر هذا اللي نقدر نستخدم بلس ويد موديليشن حتى يتحكم بالجيت مالت الثيرستورات. كل في اس سي يحتوي على 6 بلس، يعني 6 بلس حتى يتحكم هاي البلس عن طريق الفيز انجل. هنا شكل توضيحي على الستات كوم مكون من 6 بلس، كونفرتر اول كونفرتر ثاني، اكو دايودات هنا، هاي الدايودات الغرض منها حتى نتأكد من مرور التيار كلا الاتجاهين للكاباسيتر يعني اللينك دي سي لينك. فهنا المربوط على الشنت هنا مربوط سيريس، هذا راح يكون سبلاي ترانسفورمر يعني تجهز لنا الاي سي، هنا اي سي، هنا راح يكون دي سي ويتحول يرجع الى اي سي، هذا باك تو باك اسمه. الكنترولر هذا اللي يتحكم بالجيت مال الثيرستر عن طريق الفولتية الامبيدنس زائد فيز شيفت وكذلك الرياكتيف باور، فيقدر يمتص رياكتيف باور او يغذي رياكتيف باور لهذا الخط الترانسميشن لاين حسب حاجة الخط. حتى نعرف تكوين الفولتج سورس كونفرتر، هذا فولتج سورس كونفرتر اللي متكون من 6 بلس، لكل كونفرتر راح يكون هنا شكل توضيحي للفولتج سورس كونفرتر، وهذا فولتج سورس كونفرتر. هنا 3 فيز راح تدخل لهاي الفولتج سورس تتحول الى دي سي، هنا كانت اي سي. بالنسبة لطريقة العمل مال الفولتج سورس كونفرتر راح تكون هو كل دورة راح يشتغل ثيرستر واحد، يعني اذن ال تي اي موجب تي اي سالب، اذا كان واحد منهم مشتغل موجب السالب، اذا واحد مشتغل الثاني راح يكون اوف يعني مطفي. هنا 3 فيز، هنا سنجل فيز حتى توضيح اكثر. اذا كان هذا اون راح يكون هذا اوف، بينما وجود هذا الدايود
هنا الدايود، هذا حتى يسمح بمرور التيار بكلا الاتجاهين للدي سي لينك اللي هو هذا. الدايود يمرر التيار باتجاه واحد، اذا مر منه راح يكون بهالطريقة ويمر عن طريق هذين الاتجاهين مال الدي سي لينك ويرجع من جديد. فبهاي بكل 180 دورة راح يشتغل واحد من الثيرستورات ويكون الاخر طافي. نفس الحالة بالنسبة لهذين الستة بالز 6 بالز فولتج سورس كونفرتر، بحيث راح تتكون لنا موجة مربعة. هاي الموجة المربعة مسيطر عليها، يعني نقدر نسيطر عليها بواسطة الموجة المربعة مثل ما راح يتضح بهذا الشكل. وهذا الناتج موجة مربعة الشكل وهي موجة ساين ويف. لأن بصورة عامة الـ up f c هو يتحكم بمنظومة القدرة عن طريق إضافة رياكتيف باور أو سحب رياكتيف باور من الشبكة، حيث تكون عندنا فولتية مستقرة بخط النقل. بالنسبة للحماية مع اليو بي اف سي، فهو هناك حدود لمرور التيار بالبالس مع الثيرستر، اذا زاد عن هذا الحد راح يكون هناك اوبن، يعني فتح للسيركت بريكر الرئيسي. مثال هنا سيركت بريكر راح يتم فتحه، واذا كان هاي بحالة الفترة القصيرة الاوفرلود. بس اذا كان هذا الاوفرلود طويل فراح يفتح يدوي لازم السيركت بريكر ويتم تغذيته عن طريق باي باس مباشرة بدون ما نستخدم الثيرستورات، هذا حتى نحميه. اما بالنسبة للرياكتيف باور، نعرف المولد مثلا المتزامن يصدر للشبكة او يستورد، يعني يستهلك الرياكتيف باور عن طريق هاي القاعدة. منظومة القدرة اكو قاطع دورة هذا قبل المزامنة. المزامنة هي شروط المزامنة هي نفس الفولتية والتردد وزاوية الفيز شيفت من طرف المولد وكذلك من طرف مثلا الشبكة. مثلا راح نرسم الشبكة بهذا الشكل جريد. إذا تساوت هاي الشروط راح يوصل السيركت بريكر ويتغذى من الطرفين. هذه المولدات المتزامنة تقدر تستهلك رياكتيف باور، تقدر تصدر رياكتيف باور بحدود معينة. فإذا كانت فولتية الجنريتر هنا فولتية الجنريتر أعلى من فولتية الجريد، هنا المولد راح ينتج رياكتيف باور، ينتج رياكتيف باور. إذا كانت فولتية الجنريتر أكبر من فولتية الشبكة جريد، بينما إذا كانت فولتية الجنريتر أصغر من فولتية الشبكة، في الحالة الجنريتر راح يستهلك رياكتيف باور. وهنا نقدر نسيطر على الرياكتيف باور بخطوط النقل عن طريق هاي السينكرونوس جنريتر، يعني المولدات التزامنية. بالاستهلاك، يعني من يستهلك المولد، راح تكون الإشارة سالبة للرياكتيف باور، وبالإنتاج راح تكون الإشارة موجبة للرياكتيف باور.